نعم، نعلم جميعا أن النادي الملكي ريال مدريد لديه مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيمن، وكل الأخبار الموثقة في أسبانيا من كبرى الصحف كانت تؤكد بأن الريال يريد النجم المغربي أشرف حكيمي. ولكن في مفاجأة قوية، ريال مدريد يوجه أنظاره إلى التعاقد مع النجم المغربي نصير مزراوي في الانتقالات الصيفية المقبلة. ما هذا الجنون يا سادة يا كرام؟ ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل الجديد خلال الفترة القادمة. اليوم ذكرت واحدة من كبرى صحف بلاد الأسبان، ألا وهي صحيفة فوتبول أسبانيا، أن النادي الملكي ريال مدريد مستعد لإغراء نادي بايرن ميونخ بمبلغ 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدول المغربية نصير مزراوي. ريال مدريد سيستغل رغبة مزراوي في الرحيل عن بايرن ميونخ بعدما خرج من حسابات توماس توخيل، ويريد خطفه من معقل الأليانز أرينا بايرن ميونخ إلى معقل السنتياغو برنابيو، معقل النادي الملكي الكبير ريال مدريد. كل التوفيق لنصير مزراوي، وإنها صفقة من أكبر صفقات الميركاتو المقبل.